اولا ميغوس مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من برنامجكم راب ستوري البرنامج اللي طاح فيه ملخص لشفت في الراب المغربي واليوم غادي نهضروا على سنه 2019 اش وقع فيها وغادي نديروا واحد البلان ما عمرو كان في اليوتيوب المغربي تفرجوا حتى الاخر باش تعرفوا اش كاين الا كنت اول مره تدخل القناه مرحبا بك معك عبد الرحمن بن نور وهذه القناه هذه تتهتم بالراب الا كانت تيهمك هذا الدومين هذا خلينا واحد ابوني وفعل الكلوش باش يوصلوك لي فيديو نتا الاول اما الا كنت ديجا من لي زاميغوس تحيه لك خلينا واحد جيم بحيت الفيديو هذا ضربت فيه تمارا ديال بصح ورا غاجيب لكم هاد الشيء هذا ملي غادي نكون تنهضر و بغيتكم تفرقعوا ديك جيم و الفيديو هذا يوصل لاكثر عدد من لي جيم و كومونتاو بزاف باش يزيد يطلع الفيديو و الا بغيتي تزيد دعمني بارطاجي هذا الفيديو هذا وخليونا نبداو <applause> اول حاجه نشرح لكم الفكره ديال هذا الفيديو هذا بحيث في الاول غادي نهضر على اش وقع في الراب المغربي اون جينيرال وغادي نعطيو داك الشيء بالتفصيل وغادي يكون بحال شي ملخص لهاد السنه هذه وراها غادي ندوزو لكل كاتيجوري في الراب اللي غادي يكونوا فيه احسن ثلاثه مثلا كاتيجوري ديال احسن رابر غادي نعطيكم ثلاثه ديال روابا وانتم اش غادي ديروا غادي تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي غادي نخليه لكم في كومونتير الاول وغادي تصوتوا لاحسن رابر مثلا في 2019 وانا من ورا واحد اليومين غادي نلوح لكم فيديو فيه كاع هادوك اللي ربحو في كاع لي كاتيجوري تقريبا كاينين شي 15 كاتيجوري منها احسن رابور احسن رابورة احسن كليب احسن البوم احسن كلاش الى اخره تفرجوا حتى للخر وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام باش تكومونتيو الاحسن واحد في كل كاتيجوري 2019 من ناحيه الراب كانت سنه عاديه بزاف او سبب ورا هاد الشيء هذا هو روابا تيوجدوا في لي زالبوم ديالهم منهم طوطو حاري مات تيفلو وبزاف ديال من ابرز الاحداث اللي وقعوا في هذه السنه ديال 2019 هو اوكي واي تشالنج بحيث هذا الكونسيبت هذا اللي كان بدأ ونزه بحيث لح لهم فري ستايل فيه 16 سطر وطاكا توتو وكوزان وقال لهم غادي تلوحوا حتى نتوما فري ستايل في 24 ساعه وغادي طاكيو جوج روابا بقات غادي هذيك اللعيبه حتى وصلت تقريبا شي 4000 فري ستايل بحيث الواحد واقيلا اللي ما شاركش في هذا التشالنج هذا كان هو وهذا الكونسيبت هذا كان الهدف منه هو يحرك الراب وداك اللي وقع حاجه اخرى وقعت في 2019 هو القنوات اللي معروفه في فرنسا ولاو تيديروا ديزاين تيرفيو مع الراب ديالنا بحال القناه ديال موف وكاينه القناه ديال ديلي موشن اللي ضرب عندهم البنت واحد الفريستايل اللي كانوا مفرقع وكاينه واحد الفريستايل اللي شاركات فيه الجينيراسيون جديده تقريبا الاغلبيه فيهم كان في الشين ديال جرانت اللي شارك في الفريستايل هذا هو بران وكوزان وفيل جو بير دامسو وواحد البنت اللي اول مره تنعرفها هي سنوفليك فليك هذا الفريستايل هذا اللي كان معر كانت في فيه تقريبا شي 26 دقيقه نفس القناه اللي دارت واحد الدويره في كازا وداروا دي زانتيرفيو مع الدراري بحال شوبي طاني طوطو وهضروا مع طوطو على الالبوم ديال كاميليون ودخلهم لداخل ديال داك الالبوم بطبيعه الحال عجبني الحال فاش شفت هاد هذا بلا ما نساو عاوتاني الميكينوف ديال الالبوم ديال نار هاد الالبوم هذا اللي كان كولابوراسيون ما بين روابا ديالنا وروابا كبار في فرنسا بحال دوزي واغنيه لافخاب البوم اللي شارك فيه شايفين ماد بلان تاني، طاني ودامسو وعصام بلان اخر اللي تيكون كل عام واللي هو البولفار واللي جاب بريمير بري هاد العام هذا هو واحد الدري ولد الرباط اللي سميتو اما دوزيام بري فجاب واحد الدري اللي سميتو المشاغب با اللي كانوا انفيتيف في البولفار هاد العام هذا هما دروس دزاك دولي دادا ودراغانوف كاملين تقريبا تيبداو بالتي المهم احسن شو كان بالنسبه ليا هو دا داودو ليبران بحيث بجوجهم رونوها ديال بصح بالنسبه لواحد البلان اخر اللي بالبلاد العمادة العام هذا هو البلان ديال عاش الشعب اللي ما عرفش كيفاش تحط هاد التراك هذا يدخل عندي للقناه راه هضرت عليه بالتفصيل هاد التراك هذا اللي كيما قلت لكم مرونها ديال بصح بحيث كل شيء ولا تيهضر عليه التراك اللي فرغوا فيه الدراري داك اللي في قلبهم والحاجه اللي تجي من القلب تتوصل للقلب الملخص ديال هاد هذا هو الله يجير شي تاويل لسيمو القناوي الراب ديال كان واحد الحاجه سبيسيال هذا العام هذا هو اللي كان فيه البيف ما بين ايلي وقرطاس نسا وبطبيعه الحال وبشهاده الجميع قرطاس نسا شرشمات ايلي بواحد الفريستايل اللي سماتو بكاع اللوفرا حتى هو ليه الريفيو تقريبا كاع هذوك التراكات اللي تلاحو في هذا البيف هذا درت لهم الريفيو وغادي تلقاهم في القناه ديالي في الراب تاع البنات كاينه حتى طوندريس اللي تحركات هذا العام هذا بحيث كانت ضربت واحد الفيتشرينغ مع دومبيك ودارت واحد الفريستايل اللي كان زويون وبلا ما نساو حتى بسايكو كوين حتى هي اللي اه التراكات مزيانين الدراري اللي بانوا هذا العام هذا ما غاديش نقول عليهم جداد بحيث الاغلبيه ديالهم كان باجي شحال هذا ولكن في 2019 هي فاش غادي اه تكون الطبعه الحقيقيه ديالهم وهنا تنهضر على ونزه اللي لاح تراكات زوينين بحال ايز باكو كيك وتراك ديال بيبي اه كاين كوزان الدري هذا اللي عنده واحد الصوت للخيال العلمي وتيحط تي اللي هاربين دري اخر اللي تقريبا هاد العمادة او وضو بران اللي خدم هاد العمادة ولاح تقريبا شي ستة ديال التراكات اه واحد ينسيك في الاخر ولكن الفيتشورينغ ديالهم مع طوطو و اللي كلاشا فيه حاري كانوا عاربين بجداد دولي بران تيتميز بواحد ستيل ديالو بوحدو وشبعان شبعان كولتور هاد الكليك هاد اللي بغيت نقول لكم دابا كلهم واعرين ولكن ما واخدينش حقهم هنا يعني تنهضر على بيرد فيل جي كايل وتوام ودامسو هاد الدراري هادو فاش تنشوف خدمتهم تنبقى مصدوم كيفاش هادو ما واخدينش حقهم في الراب المغربي ندوزو للدراري اللي بانوا هاد العام في سي بي 4 وكاين يونغ زو كاين يونغر وكاين الزعيم بحيث ان يونغر خدم ثلاثه ديال لي فيتشيرينغ واحد فيهم مع مورو بصراحه كان طراك مفرقع وقيل سميتو بالي ولا سالي بالنسبه للزعيم غادي يكون اكثر واحد خدم هاد العام هذا بحيث خرج جوج ديال لي زالبوم كاين الالبوم ديال في سوفاج وكاين كاين فويغو وخدم تراكات اللي مفرقعين ولكن اكثر واحد تعجبني عنده انايا هو غامر ولا غادر اللي كان عباره عن افرو تراب تراك حمق ديال بصح نمشيو لمراكش اللي بان فيها واحد الدري اللي جاي في الطريق واللي هو الامين جي هاد الدري هذا اللي غادي خطوه بخطوه وعنده ما يقول وضرب مؤخرا في تيرينج مع يوسف 45 بالنسبه لواحد الدري بغيت ندوي عليه بحيت انا تيجيني انا وقيلا غير هارب ليهم من الامريكان ولا ما عرفت كيفاش هاد الدري هذا اللي هو لون اللي, اللي, اللي فاش تنسمع عليه تنحسب واحد موتيفاسيون في الداخل ودار واحد البلان اللي مفرقع مؤخرا وسوق الاو بي ديالو بواحد الطريقه بروفيسيونيل وعجبني البلان ديالو بجد اخر وابا غادي نهضر عليهم هما واحد جوج من الشمال اللي هو كاديك ويونغ بروداكت هاد يونغ بروداكت هاد الدري هذا اللي تيرابي بلونغلي وكاديك هاد الدري هذا اللي عنده تراكات مسمومين وراه تجمعو مؤخرا في واحد الفيتشرينغ اللي سماه 44 دخلوا تفرجوا فيه بالنسبه للكلاشات اللي كانوا هاد العام هذا ما كانوش دي بي في اللي واعرين بحيت كان هي في ديال الدريات اللي هو اللي هضرت لكم عليه قبيله هو ديال ايلي وقرطاس نسا وكاين ديال حاري وماد بحيث ان حاري كان كلاشا فيه طوطو وبيكا على دولي بران داكشي علاش جاوبو دولي بران ولكن شرشمو في التراك ديالو على ايقاعات وجع التراك راب الفلاسفه تحرك هذا العام هذا بحيث اكثر واحد لاح تراكات هو تجيب تقريبا لاح فوق 20 تراك كانت فيهم او ديال افاتار اللي مازال غادي ندوي عليها بالنسبه للمورفو تا هو لاح او انك التراك ديال مورفينيا 33 وكمل على السلسله ديال طال كوبرا اللي لح فيها الفيرسيون الثالثه اما بالنسبه لبوز فلو يلا ابدا في الاوبي اللي سميتها سولاريس ويلا لح فيها جوج ديال التراكات غادي تلقاو بجوج الريفيو ديالهم في الشين واللي قبل من هذا الشيء هذا لح ربعه ديال التراكات كان فيهم واحد التراك اللي العلمي هو صادو اما بالنسبه لرائد لا حتى هو ثلاثه ديال التراكات شحال هذا اللي هو فيرمات ان اكزاكت ولحفاكوف في فيرسيون الثالثه اخر حاجه غادي نختم بها هو روا بول خدمه اللي ولاو تيديروها ولاو تيستريميو التراكات بزاف عاد تيديروا لهم كليبات في يوتيوب هادشي هذا اللي غادي يدفع الراب المغربي مزيان وبالخصوص روابا وحتى من ناحيه الكليبات ولاو الخدمه نقيه وما بقاش بنادم الهم ديالو يريلوح لوح وصافي هذا هو الملخص ديال 2019 اللي نتمنى نكون لخص لكم كل شيء دابا خلينا ندوزو لاحسن حاجه في كل كاتيجوري نبداو اول حاجه باحسن أوبى بي بحيت كانوا بزاف ديال لي زوبي وبالنسبه ليا هادو هما الطوب كاينه انك ديال المورفو اللي كانوا فيها اربعه ديال التراكات احسن واحد فيهم هو المورفينيا 33 اللي هضرت عليها بالتفصيل وغادي تلقاوها تاهي في الشين ديالي بيفور كولرز ديال دراغانوف اللي كانوا فيها اربعه ديال التراكات او بي اللي تخدمت على حقها وطريقه بحيث كانت في المستوى واحسن تراك بالنسبه ليا هو نهار اللي كان باللون الزرق كاينه اوتو اغريسيف ديال مستر كريزي اللي كانوا فيها سبعه ديال التراكات او بي كانوا فيها تراكات مزيانين بحال اي ام جي طاير وخيب ولكن ما عجبنيش فيها جوج ديال التراكات اللي هما و وسكوليت ندوزو لاحسن لي اللي كانوا هذا العام هذا ونبداو مع لافي سوفاج ديال الزعيم لي كان فيه 12 تراك وبزاف ديال لي فيتيرينغ واحسن تراك بالنسبه ليا هو تراك ديال الرجال اللي كان اون فيتيرينغ مع ستور البوم تاع كان مزيان لا ستريت هذا الالبوم هذا اللي هضرت عليه بالتفصيل فلاشين ديالي بحيث كانوا فيه تراكات اللي مزيانين ولكن قلال بزاف بحال زماكري اللي كان اون فيتشرينغ مع ميستريو والتراك ديال ماشي مشكل هذا الالبوم هذا كون كانوا البومات كثار ما كانش غادي يكون مع التوب تري. كوشمار هذا الالبوم هذا اللي هضرت عليه حتى هو ودرت عليه الريفيو الاغلبيه ديال التراكات تقريبا كان مزيانين والتراك اللي عجبني بزاف هو هالوين فيرسيون 2 احسن فيتشرينغ مع رابر ماشي مغربي كاين تراك ديال لاباس اللي كان ديال مونس مع فيل الدوزين هاد الرابور هذا اللي من الجزائر تراك كان مزيان بالجد والكليب تخدم بواحد الطريقه زوينه كينغ اللي كان ديال سيفيج هو تا هو رابور من الجزائر وكان اون فيتشرينغ مع حليوه تراك قصر فيه سيفيج بواحد تكنيك اللي مزيانه وكانوا لعيبات واعرين في هاد التراك هذا اولد اب تو اللي كان ديال دي اس بحيث ان هذا الكونسيبت ديال هاد الكونسيب تراك هذا هو كل عام تمشي البلاد وتضرب في مع روابا اللي كاينين وبحيت روابا اللي ضرب معاهم في المغرب كاين مورو سنيك جيمو جيني جي اش زيرو تين تيفلو مستر علاء كريزيمان ويست وتريك تراك اللي عجبني بجد وكانت فيه واحد لا فايب اللي زايده نغزة احسن فيتشيرينغ مغربي كاين ديال جيمز اللي كان ديال ماد مع طوطو تراك اللي كان واعر من ناحيه البرود والكليب حتى هو تخدم بواحد الطريقه واعره على بوك اللي كان ديال الفرده مع طاني تراك اللي كان مفرقع وما كانش شي واحد يتصور ان هاد الجوج هادو غادي يتجمعوا في تراك واحد شيكو اللي كان ديال طولي بران مع طوطو تراك اللي كان ستريت ديال بصح وعجبني حتى هو بالجد احسن ديال تراك بالنسبه ليا كاينين ثلاثه كاين ليكس ديال فاطمه ديال الموتشو اللي كلاشا فيه حليوه وخلق واحد تيم ديال انه زعما هو الطالق ديال فاطمه اللي هي مت حليوه تراك كان مفرقع بالجهد وتا هو درت ليه الريفيو كاين الموتان ديال الدروس اللي شرشم فيه البيك ديال بصح وكلاش كان مفرقع بالجهد تا هو راه درت ليه الريفيو غادي تلقاوه في الديسكريبشن كاين خاري ديال طولي بران اللي سالا فيه مع حاري بواحد البرود واحد التكنيك اللي هاربه بالجهد وحتى هو راه درت ليه الريفيو احسن ثلاثه الكليبات بالنسبه ليا كاين ميامور ديال الفرده اللي كان اون فيتشرينغ مع كوزان ويتنيس القصه اللي كانت فيه مزيانه واثرات في شحال من واحد حتى هو درت ليه الريفيو كاين خاب ضني ديال عالي الصامي هاد الكليب هذا كانوا فيه ميساجات مزيانين وحتى مواقع التصوير تختاروا بواحد العنايه اللي مزيانه كاين ساكريفايس ديال ماد كليب اللي تحط فيه المعاناه ديال الاحياء الشعبيه والكليب تيهضر على راسو بلا ما نبقى نهضر عليه قبل ما نهضر على الكاتيجوري ديال روبا غادي نهضروا دابا على واحد الفئات اللي محكورين وما تيتعطاهمش حقهم في الراب المغربي ونبدا باحسن برود كانت في 2019 كين بطانة ديال اي سي كيز هاد البرود هادي اللي كانت مفرقعه واحسن حاجه اللي عجبتني فيه هي الميلودي اللي حطهم كانوا مفرقعين بالجد كاين جيمز ديال ناجي الرازي هاد البرود هادي اللي من عالم اخر اللي تتخليك تعيش داك الجو ديال لي الجيم داك كامل نبلبلوها ديال هيل شوكا هاد البرود هادي اللي خاصك تكون مكيف ولا ضرب شي فانيده الا بغيتي تسمع ليها وتمعن فيها مزيان بحيث ان هاد البرود هادي كانت من واحد العالم اخر احسن فيلم ميكر كاينين ثلاثه الدراري كاين عاجل بن قدور هاد الدري هذا اللي ولد طنجه اللي خدم بروجيات بزاف هاد العماده ومن احسن الكليبات ديالو كان في ديل ديال دي اش كاين كابيتانوس ديال صامد مع لوكو الغضب وكاين خيب ديال مستر كريزي من الاوبي ديال اوتو اغريسيف حكيم هاد السيد هذا اللي عطى بزاف الراب مغربي هو الماناجر ديال شايفين هو الدراري سكواد واحسن كليبات عنده هاد العام هذا هو مع طاني في التراك ديال جينيراسيون بيزار اللي خدموا ليه بالطريقه ديال الوان شوت كاين فايب ديال اكسيب اون مع شوبي وكين جيمز ديال ماد اون مع طوطو سليمان افريج هاد الدري هذا اللي حتى هو طنجاوي واللي خدمته بروفيسيونيل بجد بحيث يخدم مع روابا واعرين بحيث خدم مع الفرده في التراك ديال ميامور خدم مع صاميد في التراك ديال خابدني واخر كليب خدمه

مع كادي احسن بروديوسر هاد العام هذا كاينين ثلاثه ناجي الرازي اللي كان كلمها مزيان في 2018 وحتى هاد العام هذا خدم بروجيات واعرين حتى جي برود اللي مفرقعين بحال جيمز ديال ماد مع طوطو وكاين الباتشينو ديال كلاس اي وخدم حتى تراكات بزاف في الالبوم ديال حليوه اي ام بيتس اكثر واحد بالنسبه لي خدم هاد العام هذا بحيث الالبوم ديال كوشمار خدم فيه 80% وخدم تراكات بزاف في الالبوم ديال علي الصامد كابيتانوس وتيخدم حاليا روبا ديال الشمال كاين نوفو اللي هو العقوبي هاد الدري هذا اللي باقي صغير ولكن خدمته نقيه بحيث خدم كاع التراكات ديال طاني هاد العام هذا هو اللي خدم التراك ديال كارما ديال ماد وخدم اغلبيه التراكات في الالبوم ديال كاميليون ديال طوطو اللي غادي تلاح هاد العام هذا دابا سالين من سالينا من هاد لي كاتيجوري هادو خليونا ندوزو للكاتيجوري ديال احسن روابا وغادي نبداو مع احسن رابورا كاينه طوندريس هاد الدري هادي اللي اولد سكول وفاش تتهضر هاد الدري هادي تعرف اش تقول وعندها شي لعيبات اللي مزيانين كاينه ايلي اللي تحركت شويه هاد العام هذا وبدات تتحاول في الراب وكاينه قرطاس نسا الدرياجي اللي بينت للعالم انها كاينه وتستاهل انها تكون احسن رابور هاد العام احسن رابور يلا بان هاد العام هذا كاين كوزان واخا ما عطاش بزاف هاد العام هذا ولكن الحاجه فاش تيكون فيها تعطيها حقها بالجهد كاين طولي بران اكتر واحد خدم في هاد الجينيراسيون الجديده بحيث بين البنادم بدي ستراك الاخر ديالو اللي كلاشا فيه حاري كما قلت لكم وحتى الفيتشرينغ ديال طوطو كان هارب بالجهد كاين دادا هاد الدري دا هذا اللي عرفتو في النيت تيب ديال نيسيو دري عنده ما يقول ومازال غادي يحكم الراب من هنا لقدام وعقلوا على هاد الهضره اللي قلت لكم احسن رابر فلسفي كاينين ثلاثه كما قلت لكم تجيب هذا العام هذا تحرك بزاف وخدم بزاف ديال التراكات ويستاهل يكون في التوب 3 كاين المورفين هذا العام هذا خدم العباد زوينين بحال روبو مورفينيا 33 والريس مبولحي واخر واحد هو بوز فلو هذا العام هذا ملاحش بزاف ولكن فاش تيلوح شي تراك تيرونها ديال بصح احسن رابر في 2019 طبيعة الحال من اصعب لي كاتيجوري داكشي علاش غادي ندير فيهم خمسة ديال روابا ماشي ثلاثة نبداو باول واحد هو مورو هاد العام هذا خدم تراكات بزاف ويستاهل انه يدخل لهاد لا ليست هادي كاين صامي هاد العام اللي عفط على كسيراتور بحيث افونسا في الالبوم ديالو ودار بزاف ديال لي تور لا في المغرب ولا خارج المغرب كاين ماد هاد, هاد العام هاد اللي خدم فيه ثلاثة ديال التراكات واحد ينسيك في الاخر وختمها بالتيست تراك ديال دابل جي اللي كلاشا فيه حاري الزعيم هاد العام هو اكثر واحد خدم التراكات ديالو كانوا مفرقعين ودغيا دار بيبليك ديالو الفرده هاد العام اللي جات هو يحكم اليوتيوب بالالبوم ديالو نختموا باخر فقره هي احسن تراك بحيث لقيت شي 40 تراك مزيانين ولكن اختاريت منهم عشرة وانتم غادي تختاروا منهم واحد كاين الغريب ديال الحر اللي التراك ديالو كان مفرقع بالجد وسماوه شاعر الحزن كاين ترامب ديال الطولي اللي كانت لكتبة ديالو حمقى ولعب واحد التكنيك اللي مزيانه كاين كارما ديال ماد اللي كان واعر وستاهل انه يكون في الطب كاين غودزيلا ديال مورو التراك هذا اللي ماتت ملوش كاين تراك ديال زرقا ديال سبعاتون اللي حرك فيه ستيلو ديال بصح وفاش تلاح روينها كاين كودكس ديال بوز فلو التراك هذا اللي كان في واحد العالم اخر لا من ناحيه الكتابه ولا من ناحيه التقصار كاين جروبيز ديال توتو احسن تراك عنده هذا العام هذا قصر فيه مزيان وفلو كان هارب كاين دريك ديال فاطمي زولي رجعنا بهذا التراك هذا وقال لنا راه باقي حي التراك اللي عجبني انا شخصيا والكليب كان مزيان كاين هالوين فيرسيون 2 ديال الفرده اللي بالنسبه لي من احسن التراكات في الالبوم وتتحس بداكشي اللي بيوصل كاين بلاس ديال شايفين وبما اننا ذكرنا شايفين راه بطبيعه الحال هما احسن جروب داكشي علاش ما درتش ديك أه الكاتيجوري ديال احسن جروب بحيث ما كاينش لي نفسهم بطبيعه الحال هاد الدراري هادو اللي عطاو بزاف الراب المغربي وداروا جيتور لي كبار وعرفوا شنو هو الراب المغربي ووصلوه للعالميه كيف ما تنقولوا، هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا بحيت راه شحفت بزاف، نتمنى انكم تدعموا هاد الفيديو هذا ولو وصلتي حتى للاخر وباقي ما تابونيشيش، اش تتسنى خلينا ابوني وفعل الكلوش باش يوصلوك لي فيديو انت الاول، وضروري تدخلوا تصوتوا في الانستغرام بحيت لما ما صوتوش راه غادي تضرب ليا كلشي في الزيرو، هادشي اللي كان تشوفوا في حلقه جديده وبرنامج جديد، تشاو أميكوس.